لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هجر القرآن أن هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، إلى قوله هجر الاستشفاء به من أمراض القلوب. قال: وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، يعني قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يشير إلى ذلك الحرج أنواع أيضا. الحرج الذي في الصدور أنواع، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، هذا حرج الكفار يضيقون الحرج، حرج الشجرة في مكان لا يوصل إليه إليها، مليء بالشجار الأخرى والملتفة والأشواك ونحو ذلك، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الشجرة، الحرج الضيق. لذلك هناك من يضيق من إنزاله ومن يضيق من كونه حقا، كاليهود الذين كانوا لا يريدون إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، كالمشركين الذين قالوا: وأن لنا بنبي، كيف أن نتنافس مع بني هاشم، يطعمون فنطعم، يكسون فنكسو، ويسقون فيسقو، فحتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي، وأن لنا بنبي والله لا نؤمن به أبدا، نعوذ بالله من ذلك. حرج في الإيمان به، كل الكفار عندهم حرج في الإيمان بالقرآن، وعندهم حرج في كونه حقا وأنه منزل من عند الله. وترة يكون من جهة أنه متكلم به وكونه مخلوقا، من جهة كونه متكلما به مخلوقا من بعض مخلوقاته، أو ترة يكون من جهة أن الله متكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، هذا حرج نفات صفة الكلام، حرج المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، والخوارج وهذه الطوائف التي توافق المعتزلة والروافض أيضا يجعلون القرآن مخلوقا، فهم لا يقولون أن الله تكلم به، بل يقولون أن الله خلقه في بعض مخلوقاته فنطق به هذا الغير، ألهمه أن يتكلم به، نسب إليه كما ينسب إليه المخلوق، لأنه كلامه هو سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا حقيقته، أنهم يقولون هذا قول البشر، لأن الله قد قال: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. قول رسول، قالوا إذن القول ألقي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ألهم به فتكلم به، فهو كلامه، نعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم كونه رسول إذن هو يؤدي رسالة، إذن الرسالة ليست من عنده، ليس أنه هو الذي لو كان، يعني كيف يكون أن يتكلم به هو وأن يكون كلامه هو وهو مجرد مؤدي رسالة، كيف يمكن ذلك؟ طالما أنه رسول فلا بد أنه يوصل الرسالة. لذلك كان إنكار القرآن على من قال إنه قول البشر، يريدون أن يتعاملوا معه على ذلك، هي خطوة من خطوات الإلحاد والزندقة
والضلال، لأنهم إذا قالوا هو قول البشر فمن حقهم أن يقبلوا ومن حقهم أن يرفضوا، ومن وعندهم أنه يمكن أن نفسره على ما نريد. الذين يقولون في زماننا أن القرآن لا قدسية له وأننا يمكن أن نعدل فيه، وكم من يعني مرتد عن الإسلام طعن في القرآن من هذه الجهة وجعله كسائر أقوال الناس وقال أنه قول يمكن أن ينقد ويمكن أن يعلم فيه بالقلم الأحمر على ما على أنه يعني يأخذ منه يقول هذا خطأ وهذا صواب وهذا مثل الشعر الجاهلي ونحو ذلك. هؤلاء المعتزلة كانوا يمهدون لمثل ذلك، حتى قاله أهل زماننا مع أنهم يأبون أن يصرحوا أنهم قد كفروا، يريدون أن ينتسبوا إلى الإسلام مع أن من قال إن هذا إلا قول البشر فقد كفر. قال: وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو الأقيسة أو الآراء أو السياسات. القرآن تناول وذكر الله عز وجل فيه العقائد، وذكر العبادات والمعاملات، وذكر أمور تنظيم الدولة وسياسة الناس كيف تكون، كيف يكون المجتمع. فالذين يرون أن القرآن لا يكفي ولا يعني لابد أن يعضد بغيره، فأهل علم الكلام قالوا حجج القرآن ظواهر نصية لابد معها من حجج قاطعة عقلية، فاستعملوا المنطق اليوناني وعلم الفلسفة وعلم الكلام. وكذلك الذين في تفريعات الفقه في العبادات والمعاملات يرون أن الأقيسة والآراء لابد منها ولا يكفي القرآن مع بيان السنة له. قالوا لا يكفي، بل لابد من الأقيسة، وليس المقصود الأقيسة التي تأخذ العلة والفهم والوصف المؤثر من الكتاب والسنة، ولكن يقصدون أنه لابد من آراء الناس خلاف ذلك. الأقيسة التي تبنى على الكتاب والسنة هي من الميزان الذي أنزله الله عز وجل مع الكتاب، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالله أنزل الميزان ليس فقط لتوزن المحسوسات، بل أهم منها أن توزن الاعتقادات والأقوال والأعمال. فكل زمن تنتج فيه أقوال جديدة وأعمال جديدة وعقائد جديدة لابد وأن نزنها بما في كتاب الله عز وجل، إما عموما أو قياس وصف مؤثر قياس علة، وأضعف الأقيسة قياس الشبه. لا يمكن أن نقدم شيئا على الكتاب ومقصودنا بالكتاب الكتاب وشرحه من السنة. الكتاب أما السياسات فالناس يحتاجون في تدبير أمورهم، هل القرآن بما تضمنه من قواعد في العدل بين الناس كاف أم لابد من سياسات مخترعة؟ لكن لو عملنا بالشرع، لو عملنا بالنصوص مش هتكفل ومش هتنفع. كما أرسل أحد عمال عمر بن عبد العزيز أن يعني أنه قد كثر في زمان يعني في ناحيتنا السرقة، ولو أخذنا الناس بالبينات ضاعت الحقوق، البينات والسنة، ولا يصلح إلا أن نأخذهم بنوع من السياسة. يقصد بإيه السياسة دي؟ يقصد أنه مثلا إيه هيضرب المتهم، هيحبسه عشان يخوف الناس، ما يلتزمش بأنه هو إيه بأنه هو لازم يكون في بينة، هيشوف كده بوجهة نظره وينفذ العقوبة علشان الناس تنقمع. زي ما بيجي دلوقتي حد يقول لك
أنا لو شهدت شهادة الحق هيضيع حقي. فمثل هذا الكلام عشان يستجيز الكذب، هذا الكلام خطر جدا. بل فأرسل له عمر بن عبد العزيز، أرسل له من لم يصلحه الكتاب والسنة فلا أصلحه الله، فخذ بالبينة والسنة. اللي مش هينصلح بهذا الكتاب عمره هينصلح بحاجة، ولكن هو كيف يأخذ الناس هذا الكتاب؟ هناك أناس كثيرون يرون أن الكتاب والسنة لا تصلح لسياسة أمور الناس، لا تصلح لكفايتهم، يرون أن النصوص لا تصلح لكل زمان، لا تصلح لبعض المجتمعات، لكل المجتمعات. كل هذا من الحرج، لا يريدون أن يلتزموا بأحكام الكتاب. يقول: وترة يكون من جهة دلالته، وهل أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة. يقصد مثلا في نصوص الصفات والقضاء والقدر، كل من المبتدئين يخالفون نصوصا من القرآن، هي عندهم فيها حرج في صدورهم. إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر أفعال الرب سبحانه وتعالى وذكر صفات الرب سبحانه وتعالى، يعني كصفة الوجه وصفة بسط اليدين، وكذلك أنه يضع سبحانه وتعالى على النار قدمه، هذا في السنة طبعا، لكن مثلها في القرآن، وأنه يأتي يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا ونحو ذلك، يجدون حرجا ويبحثون في التأويل، ويبحثون كيف يخرجونها عن ظاهرها، مع أن ظاهرها لائق بجلال الله ولا يمكن أن يكون كصفات المخلوقين، لكن هم يزعمون أن الله لم يرد ذلك، لم يرد الحقائق المفهومة اللائقة بجلال الله، ولكن لابد من التحريف. لذلك كثير جدا من الناس زي بالضبط كده، مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يقعد يقول لك لا هذه مش معناها موالاة اليهود والنصارى العاديين اللي معانا، دول موالاة اللي هم ايه المحاربين، دول بتوع زمان بس. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، يقول لك ده ايه، ده مش دول، مش بتوع زمان. ان الدين عند الله الاسلام، يقول لك ده الاسلام ده ما دين كل الانبياء، والانبياء كلهم مسلمين. طب واللي هم بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمين، يقول لك الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مش فرض، وهكذا يحرفون الكلمة عن موضعها. فهل دلالة آيات القرآن أنتم ترونها مفهومة وتبين الكتاب مبين، أم أنه كتاب كما يقول أحد المبتدئين المتأخرين في حاشيته، يقول أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الصاوي على صاحب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، الصاوي ده اللي هو تلميذ الدردير بتاع المالكية من حوالي 200 سنة مثلا، 300 سنة. فالعجيب ان هم الناس تقول ان الاخذ بظواهر الكتاب والسنة من اصول الايه الكفر، نعوذ بالله. في واحد يعتقد ان الله انزل الكتاب مبينا ثم يقول ذلك، من يعتقدون ان ما امر الله عز وجل به في الكتاب من التشريعات لابد ان تحرف الى معاني اخرى ولا يمكن ان تطبق، نسأل الله العافية. من قطع يد السارق، من انه ليس الذكر كالانثى، يقعدوا الايات دي عندهم حرج في منها. ليه؟ لان هم يقلدون اذنابهم، قادتهم الذين هم اذناب لهم من الغرب وغيرهم. كان زمان التأويلات دي تبعا للفلاسفة يعني قادة يعني الفلسفة القديمة. يقول: وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق، وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر،
أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، يعني عشان ياخد الناس على عدالهم، هو أوهمهم أنها مرادة ولكنها في الحقيقة غير مرادة. لا، هي ليست ثابتة في الحقيقة، صفات الرب ليست ثابتة، إرادة الرب عز وجل يعني ومشيئته النافذة يقولوا ليست ثابتة، وأنه خلق للعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم يقولوا ليست ثابتة، الأدلة الدالة على كده يقولوا ليس لها حقائق، يتوهم معاني أوهم بها الناس لمصلحة خاصة، مصلحة هم ما بيفهموش. زي بالضبط كده الذين يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول قال لها كده بس عشان إيه؟ عشان هي مش فاهمة، عشان هي جهلة. طب وليه بيوقعها في الجهل؟ لماذا يسألها السؤال المحرج؟ إلا أن أنتم اللي عندكم مشكلة في الإجابة التي شهد بها النبي عليه الصلاة والسلام التي مثلها في القرآن، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. علشان كده هم يقول لك أمنتم من في السماء أمره، يبقى عندهم حرج. يقولوا طب رب ليه ربنا اتكلم بالكلام ده؟ يقولوا عشان الناس مش هيفهموا إلا كده، عشان يؤمنوا بذلك. زي ما أهل الكتاب السابق اليهود والنصارى زعموا أنهم يكذبون على الله ليؤمن الناس، ده بولس الرسول، رسول الشيطان للمسيحية يعني، هو الذي قال ذلك، أنني إذا كذبت يعني أدخل الناس في الملكوت أكون قد أحسنت. يكذب على الله ويدعي الباطل ويقول لا يدخل الناس، هيدخلوا ازاي في الملكوت بالكذب؟ مش هقول لك في مصلحة. يقول فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويردونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. زي الرافضة تظل في قلوبهم الآيات التي فيها يعني فضل الصحابة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، في صدورهم حرج. لك الصحابة دول ده مش كلهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ده لما كانوا مسلمين، يعني ربنا ينزل في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة مدحهم والثناء عليهم، وأنتم تزعمون أن هذا ليس له حقيقة وتؤولونهم التأويلات. كل واحد مبتدع يجد في قلبه حرجا من الآيات التي تخالف بدعته. كما صحيح بعضهم يعني بيقول يعني لو بس ده الكفرة اللي فيهم اللي منسوب كلام ده للجهم والجعد بن درهم الذين قتلوا على الزندقة، بيقولوا لو وددت أن حككتها من المصحف، لو أملك أن أحكها لحككتها. بس طبعا اللي يقول كده يبقى كافر قطعا. يقول كما أنك لا تجد ظالما وفاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبقى عنده حرج في ذلك. كنت حكيت لكم زمان قصة عرفتها من بعض يعني الأقارب، أنه يقولون في بعض الدول العربية كان ييجوا عند سورة النمل وييجوا عند آية وما إيه ما يقروهاش أبدا في الإذاعة عند قول الله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. يوم ما يجيش عند إلادي عند، مع إن الكلام ده ليس في كل ملك، لكن هو عنده حرج في ذلك، يعني يرى أن هذا الأمر تحصل فيه منازعة. كل آية تحول بينه وبين إرادته يجد في صدره حرج. يقول فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء، يعني لابد حتى تستكمل الإيمان أن لا يقع في قلبك حرج أبدا من أي آية من كتاب الله عز وجل. تعمل آيات الله في كل وقت وفي كل الشؤون وفي كل الأحوال، تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بكمال التسليم للقرآن.
الخطاب الديني المفروض أن يطور بأننا نرجع للقرآن نأخذ منه علاج المشاكل التي عندنا. يعني لما الناس اتقتلت مش كده نرجعهم ونشرح لهم يعني ايه قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ربنا ما قالش فيها بس ولا تقتلوا المؤمنين، قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. اهو ده بقى تجديد الخطاب، ان انا اوضح للناس ايه معنى النفس التي حرم الله إلا بالحق. ارجع للقرآن هجد فيه الايه الكفاية. نلاقي على سبيل المثال نجد من يكفرون الناس مثلا، يبقى عشان اجدد الخطاب ان انا اتناول القضايا التي يكفرون من اجلها الناس، اوضحها من الايه من القرآن، وابين احكامها، وابين على سبيل المثال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، دي آية في القرآن. طيب نعرف انواع الكفر، الكفر اكبر وكفر ايه اصغر، ونعرف ان نبين ان الانسان لا يكون كافرا اذا كان مخطئا او مكرها او متأولا، دي كلها مردها الحاجات دي مردها الى القرآن. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وما دلت عليه السنة من ان من اخطأ قد عفي، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ده من القرآن. نوضح بقى الشروط دي اللي هي مأخوذة من الايه من القرآن عشان الناس ما تخلطش. لا تكفر في غير الموضع، لا تكفر من لم يكفره القرآن. وليس ان التجديد ده يكون معناه نلغي بقى وصف الكفر خالص، نشيل الآيات اللي فيها لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم عشان الناس ما يزعلوش ولا حد يقراها. طب لو يقصد كده فعلا، لو يقصد كده مش مسلم. اللي يقصد كده اليوم ان هو فعلا يقصد كده، انا مش دعوه بقى، انا بكيت انت بتقول يقصد مش كده، انا بتكلم عليه يقصد دي في نفسه بقى ربنا اللي يعلمها. اللي بيقول ان احنا في ايات نلغيها ما بالك ما بقاش مسلم. لا مش عايز الغايه، هو بيقول ان جد الخطاب الديني بحيث ان احنا ما نسفهمش نرجعش على الكفر تاني. بس احنا يعني جد بقول لك في ناس بتستعمل الكلمه دي على اساس انها تغير القران نفسه، مش عاجبهم القران فعلا. ما انا بقول لا، في ناس بتقول كده، في ناس بتقول على سبيل المثال لسه قال بتاع واحد كاتب كده، اللي يقول ان في حاجه اسمها جزيه يبقى ارهابي، اللي يقول نصارى يبقى ارهابي، اللي يقول ده خلافه اسلاميه يبقى ارهابي. طب ده الجزيه دي موجوده فين؟ ده في القران في سوره التوبه، تمام. وموضوع النصارى القران مليان ايه؟ مليان ذكر النصارى. فانت تقول لك اللي يقول كده يبقى ارهابي، هذا الكلام ايه معنى الكلام ده؟ اللي بيقول بقيت الجهاد يبقى ارهابي، طب اللي بيقول ان الدين عند الله الاسلام يبقى ارهابي، بيقولوا كده برضه والعياذ بالله. تقول لك القتل ده جاي منين؟ جاي من اللي بيعتقدهم ان مفيش دين عند ربنا الا الدين الاسلام. طب هو ده كلام ربنا، ان الدين عند الله الاسلام. عشان كده بعضهم بيقولوا ان بقى الفكر ده سببه الفكر الوهابي، ولا الفكر الفقه العتيق اللي من 1000 سنة، ولا مصدر تاني. ايه قصدهم مصدر تاني؟ واضح انه جاب كل الايات اللي فين اللي في من غير ما قلناها ايه، بس هو جاب نصها تقريبا وبعضها جابها بالظبط. يبقى انت عايز تقول ان القران هو مصدر الايه الفكر ده. على فكره اوروبيين كتير جدا بيقولوا كده، اذنبهم بقى اللي من هنا عشان يمرروا الفكره دي ان القران فعلا هو اللي عايز يتغير. والعياذ بالله دول مش مسلمين. يعني هذا الكلام لا يكون من مسلم، عشان ده من نوع الحرج، ده من الحرج اللي عندهم. هو بيقول لك انتوا بتقولوا احنا عدلنا الخطاب الديني بتاعنا وغيرنا في التوراه والانجيل. كل شويه كانوا بيغيروا ويقول لك انتوا عندكم ما تشوفوا لنا حاجه في الايات دي تشيلوها. فقالوا ده مش ممكن، احنا عندنا بنغير. عندنا حاجه شوك حد يغير ولا هذا ولا. ففي ناس تقول لك خلاص نحط ايدنا عليها، نقول اللي قبلها نقول الايه اللي بعدها. ده زي مين اللي عمل مين؟ زي اليهود ولا هذا ولا، اللي هو مش عايز حط ايده على ايه الرجم علشان مش عايز يقولها ولا هذا ولا. هم عملوا كده، في ناس عايزه تعمل كده، عايزه تقول نحط ايدنا. اقرا يا سيدي الايات الثانيه كويس برضه، هو بيمنع النزول ديت لو عايز يجيبها، بس لكن هو مؤمن بيها وعارف، بس بيقول ان يعني نحجبها مؤقتا كده عشان ما نقولهاش قدام الناس.
لو ما بيننا وبين بعضنا كمان علينش بيه كمان هو شبين بعضنا يبقى احنا مش هنقراها يبقى نوقفها بذات القران الكريم بقى. لا هو يقول ماشي حتى بذات القران الكريم ماشي كده ما نتكلمش بيها لا نشرحهاش للناس بالمعنى هذا ما بين الكفر وبين النفاق. كل هذا من الحرج الذي يجدونه. وقد قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللي عنده حرج من ان الايات دي حق يبقى كافر, واللي عنده حرج خايف علشان هيحصل له ضرر يبقى مش مؤمن بان الله عز وجل كاف عبده المؤمن. يعني ممكن يبقى يعني نقص في ايمانه وربما يكون كافرا. قال فاذا كمال النفس المطلوب ما تضمن امرين, احدهما ان يصير هيئه راسخه وصفه لازمه لها, الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه. فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا, فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته. إحنا نكمل المرة الجاية إن شاء الله, موضوع تفصيله ليس سهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.